اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تولي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات والاستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام بارك الله فيك. إيه انا ما يعني الواحد عمره ما هيكتفي من المعلومات الشيقه والمفيده اللي انت بتديها للمشاهد او المريض بما فيهم انا شخصيا. احنا طبعا كان عندنا يعني بث مباشر بنسميه او لايف. تمام. يوم الخميس مش كده؟ الساعة 9؟ الخميس اللي فات الساعة 9؟ من 9 ل 10. صح. هو عشان يشوفوه لازم يخشوا على الصفحة بتاعتي. تمام. اللي موجودة ورا اللي هي الحالية دي. يعني اظن احنا اي واحدة من الاثنين تمشي. بننوه للسادة المشاهدين متهيألي الصفحة بتاع الدكتور محمد سعد حامد في الخلفية هنا. اكيد كلكم شايفينها وشايفين العنوان بتاع الصفحة دكتور محمد سعد حامد. او بالانجليزي محمد سعد حامد برضه الدكتور بالانجليزي بس دي من اليمين للشمال والثانيه من الشمال لليمين فهم ممكن يدخلوا عليها. لا الثانيه زي انا محمد سعد محمود. برافو عليك. الثانيه بس انت قلت لي حضرتك اما يخشوا حتى على العربي هيخش ده على ده وعلى ده بجد. يعني وحصل بس طبعا الخميس اللي فات الحمد لله وكانت المعلومات شيقه موجوده. حقيقي يعني. وان شاء الله هيبقى عندنا حلقه تانية بس على الفيسبوك للصفحه الدكتور محمد سعد حامد ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 9 من 10 حسب ما الدكتور محمد يتكرم وحسب وقته وحسب طيب ظروفه. طيب انت تعتقد حضرتك ان يعني الفرق بين البرنامج هنا وبين البث بتاع الفيسبوك او اليوتيوب وكده التاني ايه الفرق بين الاثنين من وجهه نظر حضرتك؟ هو يعني اكيد الفرق ما بين الاثنين يا دكتور ان طبعا هنا مقيدين بوقت. لو واخلين علينا ربع ساعه وبعدين الودن اليمين على طول اول ما الوقت بيجي تلاقي الحكم بيصفر انهي بس طبعا الثاني بنبقى قاعدين براحتنا. وطبعا انت وقتك غالي انا عارف يعني بس انت طبعا تملي بتلاقي وقت للمريض او للمشاهد يعني جزاك الله خير يعني. هو برضو النقطة الثانية فهو ده الفرق. هو برضو استاذ حسام يعني هنا احنا بنحاول نبقى نضغط المعلومة شوية. طبعا. هو المعلومة بالنسبة لي انا بتبقى بسيطة وبعتقد يعني طبعا ده يعني بحسن بالخبرة انا بعتقد انها سهلة وبسيطة حتى ما بدرس للطلبة او للدكاترة. بينما بحس ان المتلقي محتاج اكثر اسهابا يعني. فالسادة المشاهدين في البيوت او المرضى مش هيقدر ما بحسش انا انهم استوعبوا ولا لا. فانا بعتبرهم ان هو حضرتك بتمثلهم. تمام. اما بنعمل بس الخاص بتاعنا احنا بنبقى واخدين راحتنا قوي. يعني احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على كيف تشخص نفسك عندك سكر ولا لا خلال ساعتين. اكيد. ساعتين اتنين تعرف انك عندك سكر ولا لا. والاكتر من كده ادينا علاج انك انت تعالج نفسك اللي لو كان المرض في اوله ازاي تعالجه وادينا البدائل اكيد في خلال 50 دقيقه بس ركزنا على نقطتين اتنين. هنا طبعا ما بنقدرش ان احنا نركز لازم ناخد طول الحلقه كان على التشخيص وشرحت طبعا باستفاضه لو ما كناش نقدر نعمله لما بنبقى طبعا على الهوا كده. طبعا طبعا. بس في حاجة يا دكتور كده برضو نلحق قبل ما الاتصالات تيجي هل مرض السكر يسبب لسكتة قلبية مباشرة أو مفاجأة؟ هو أنت أولا بقى يعني هتفضل تشقى عليا ولا إيه؟ هو مرض السكر واخد بال حضرتك له تأثيرات سلبية على وظائف القلب. تمام. وله تأثيرات سلبية على كهربة القلب. ما العربية اللي انت ماشي بيها سيادتك ايه اللي بيوقفها؟ حاجتين. يا اما الكهرباء بتاعت العربية اتبرجلت فالموتور يقف وده التوقف الفوري، او ان البنزين اللي رايح للموتور يتقطع. يعني يا كهرباء يا بنزين. وهو نفس الحكاية بالنسبة للقلب. الاخطر الكهرباء. وللأسف السكر له تأثير سلبي على كهربة القلب. يعني الكهرباء دي ممكن يحصل احنا قلبنا بتوصل له ضرباته بيبقى 120 تمام او اكتر شوية، وبعدين بينزل في فلتر يقللها ما بين الأوزين والبطين يخليها 60 70 80 على حسب.
واخد بال سيادتك؟ لو الكهرباء دي يعني التأثير اللي هو الفلتره لتقليل عدد النبضات ما حصلش، هيبقى الراجل ده عنده ضربات القلب 120 150 160. الى هذه اللحظه مفيش مشكله، بس ممكن الضربات دي يحصل لها اختلال انها تبقى 300 او 400 او 700 في الدقيقه. مشكله. فدي تعمل رفرفه بطينيه مش اذينيه. الرفرفه الاذينيه ما تفرقش شيء، لان الاذين مش هو المهم، المهم البطين. البطين ده هو الترومبه الماسه الكبسه اللي هي تضخ الدم بكميات داخل الجسم كله. كل دقه فيها او كل انقباضه بتدي 70 سم دم. تمام. طب السكر ازاي بيأثر على ده بالسلب؟ القلب ربنا خلقه بيشتغل لوحده. يعني لو احنا جبنا حضرتك حيوان وشلنا قلبه يعني قبل ما يموت وحطناه في سائل فيه اكسجين وفي مواد يعني نيوترينتس اللي هي يعني مغذيه لعضله القلب، القلب يظل ينبض ما يقفش شغال. بينما عندنا نوعين من الاعصاب بيوصلوا له، ده اللي السكر بيأثر عليهم بقى. السكر يأثر على اعصاب حضرتك اللي مغذيه للقلب، فممكن في بعض الاعصاب تزود ضربات القلب وفي بعض الاعصاب تقلل ضربات القلب. هنا السكر بيأثر عليهم. والاخطر ان السكر ممكن ما يخليش مريض الذبحه الصدريه يشعر بالالم. زي ما هو ما بيشعرش بألم ايديه ورجليه، ممكن ما يشعرش بألم اللي جاي من نقص او الذبحة الصدرية، يعني الدم اللي رايح للقلب مش كافي. طبعا. فلو كان هو بيطلع سلم، هو ايه اللي بيوقف العيان وهو طالع سلم او هو ماشي او ان هو يستشعر ألم في صدره؟ صح، فبيوقف يستريح، ودي فضل من ربنا، لان لو كمل ممكن يجيله يعني جلطة كاملة، يا ساتر، او ان جزء من عضله القلب تموت. ولو موتها ده جه في اماكن توليد الطاقه والكهرباء، الكهرباء تبوظ، مشكله. فهنا السكر يبقى رهيب، انه لا يبقى عمليه الاشارات او الالم اللي بيجي مع الذبحه الصدريه انه ما يحسهاش المريض، ده لدرجه ان يبقى فيه جلطه كامله والمريض ما يستشعرش الالم، فيكمل شغله عادي ويكلم بيته عادي ويقعد مع الناس وهو مش دريان، فتفضل الجلطة دي بتموت النسيج بتاع القلب. تمام. النسيج الحلو الطبيعي جنبه، فسريان الكهرباء من النسيج السليم للنسيج اللي اتأثر بيبوظ. بل ان النسيج اللي مات دلوقتي عشان الشريان اتقفل، ده في حد ذاته بيطلع كهرباء بايظة، كهرباء عشوائية. فالكهرباء العشوائية دي ممكن تكون هي سبب توقف القلب. تمام. شوف اسمح لنا دكتور بقى بسؤالك. ناخد وبعدين سؤال مباغت. لا طيب حاضر ماشي. ناخد اتصال للأستاذ محمد من سوهاج. السلام عليكم. ألو. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. والله دكتور انا باخد برشام اسمه ريستاباكس بلس بتاع ضغط. نعم. ودلوقتي انا ماشي عليه بقالي حوالي سنه. اوكي. بس الايام دي في تعب جامد من ناحيه البطن، كان من القولون مثلا وكده. قست ضغط قريب او الضغط يعني مظبوط؟ دايما بيبقى عالي شويه. كام يعني؟ يعني ممكن يوصل مثلا، يعني اخر مره وصل لحد 180 110. لا 180 110 يبقى الدواء ده مش نافع. ما انا ما الدكتور هو قال لي لا خليك ماشي عليه شويه عشان عندك نبضات القلب فيها مشكله. موافقين، بس هو في الاخر ان انت ضغطك لازم يبقى كويس. سنه كام سنه؟ انا عندي 33 سنه. ده انت عيل صغير والضغط عالي كده؟ والمشكلة ان انا وزني رفع بزيادة، يعني انا معدي 140 كيلو. طب خليك معايا بس عشان بعض الادوية ما بتكونش بتاعت شركات عالمية، فانا يعني ما كنتش مدرك بيها، فاطلع الاسم العلمي استراكس. ماشي يا دكتور.
طيب بص حضرتك، انت دلوقتي قلت لي سنك 31 سنة صح؟ 33. الو 33. ايوه يا دكتور 33. 33 سنة. في تحاليل لازم نعملها لسنك الصغير ده على اساس نستبعد الامراض معينة بتيجي في السن الصغير تعالي الضغط. عملتها قبل كده ولا لسه ما عملتهاش؟ لا عملت تحاليل ودهون ثلاثية و طلع كله طبيعي. وكوليسترول. لا وظائف كله الكلى انا اخبارها ايه؟ تمام، الصوديوم، وانسمة الكبد تمام، نعم الصوديوم والبوتاسيوم طلعوا شكلهم ايه؟ كانوا عاليين شوية. لا يبقى هتعيد للصوديوم والبوتاسيوم وتكلمني الاسبوع الجاي وتقيس الضغط مرتين خلال الاسبوع الجاي. اوكي أشكرك وكلمنا يا ان شاء دكتور، الله. مهم ماشي. قوي الصوديوم والبوتاسيوم لحضرتك. طب أنا حضرتك دلوقتي، أنا القولون عندي تعبني وباخد حاجة اسمها كوليفيرين. لا كولفرين ما فيش مشكلة، ده ممكن حتى يوطي الضغط شوية، لأنه في بابا تمام. فيرين، في بابا فيرين بيوطي الضغط شوية، فخليك عليه مش مشكلة. وخلينا بس لما نشوف موضوع الضغط أخطر. ضغطك لو أنت سنك 31 ولا 33 وعالي، ده لازم نعرف أسبابه إيه، لأن عادة بيكون في سبب يتعالج، وممكن ندي دواء غلط يبهدل لنا الدنيا. ألف سلامة عليك. شكرا شكرا استاذ شكرا يا محمد. دكتور. فهو نرجع تاني يا دكتور. يعني بالنسبه مثلا لحاله الضغط اللي كان بيتكلم عليها الاخ محمد، احنا عاده طبعا في 33 سنه يكون ضغط غير يعني معروف الاسباب، اللي هو بنسميه essential hypertension، تمام اللي هو الضغط الاولي اللي مش عارف، واخد بال حضرتك؟ بس 33 لحد 40 سنه كده اخاف، ممكن اشوف اسباب تانية زي ممكن زاد ان يبقى هو 140 كيلو هو قال. هو قال 140. ما هو 140 ده يعني هنعمل له ايه بقى؟ تدبيس المعدة مثلا؟ 140 اكيد هيسبب له مشاكل تانية زي ما لا ما هو لازم يخس، بس هنخسس ازاي؟ خليك عملي، واخد بال حضرتك؟ عملي هنا انا شايف ان 140 ده لازم نعمل احسن، اللي هو السليف او التكميم المعدة او يعني تدبيس المعدة وطفر يعني، او تحويل المسار، الحاجات دي كلها هتخلي له الاكل. لكن ما اعتقدش 140 احنا يقدر ينزل تدريجي انا اقدر بالرياضة أو انزله 10 كيلو بالادويه بتاعتي، والمشي ممكن ينزله 10 كيلو، يبقى ده 20، واخد بال حضرتك؟ والاكل 10 كيلو كمان يبقى 30. طب ما لسه، فهو هيبقى 110، 100 بالكتير انه يبقى 100. فانت عندك الكتير قوي ده يستحسن ان احنا نعمل، ولا سيما انه صغير في السن، تمام يعني قابل ان هو وزنه يزيد تاني، صح. واحتمال ان السمنه دي تعمل لنا مشاكل بعد كده على القلب، تعمل لنا مشاكل على اكيد السكر، الحاجات دي كلها تبقى يعني لازم نخلي بالنا منها، بس احنا تمام لازم يتعالج صح. يعني كنا بنتكلم دلوقتي في موضوع القلب والسكر. القلب والسكر. فهو يعني السكر خادع، لانه بياخد الاعصاب التي تغذي القلب، والاعصاب دي بيأثر فيها وبيخلي نبضاتها مش سليمه. معظم الناس اللي بيجي لهم، يعني مش عاوز اخوف الناس، توقف قلب مفاجئ، اللي هو بنسميها الموتى المفاجئه يعني، بيكون عندهم جلطه في القلب هم مش دارينين بيها. هو في نوعين يا مش استاذ، حاسين بيها. هو في نوعين اللي بيوقفوا القلب، اللي هو يعني تخ في نفس اللحظه، في لحظه اللحظه. واحد لازم الكهرباء هي اللي بتكون باظت. اتنين، انقطاع الدورة الدموية على القلب. هنا بقى مش انسداد الشرايين التاجية، لا ده انسداد الدورة الرئوية. يعني ايه دورة رئوية؟ كلام صعب 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 قوي. الدم بيجي من جسمك ده كله، تمام، بيروح على الناحية اليمين من القلب، ومن الناحية اليمين ده دم فاسد. الناحية اليمين دم فاسد. عكس المتوقع، بيلم الدم من رجليك وعينيك وراسك وكله، واخد بالك؟ وبيجي دم مزرق، تمام، واخد بالك؟ يخش على الناحية اليمين من القلب، لازم ياخد اكسجين، فيروح طالع من القلب رايح بشرايين صغيرة كده تخينة، واخد بال حضرتك؟ 4، 2 على اليمين واتنين على الشمال للرئة، ويروحوا داخلين سيادتك على الرئتين، يمشوا جوه الرئتين ياخدوا الاكسجين، ويروحوا راجعين للناحية الشمال من القلب. الناحية الشمال من القلب بيطلع منها الشرايين التاجية اللي هي بتغذي القلب، التاجية يعني تطلع من القلب، يعني عاملة زي التاج كده حوالين القلب، تمام.
فلما تيجي جلطه من الساق، جلطه من الساق مش جلطه كده قد مثلا الترمسايه ولا حبايه اللب ولا مثلا حتى يقول نوايه المشمش، لا ده بتبقى جلطه عامله زي راس التعبان كبيره. في ودي تبقى جلطه في الرجل، في اورده، في الاورده العميقه لشرايين الساقين. تمام. بتطلع زي التعبان كده يا ساتر. ومع اندفاع الدم طالعه 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 طالعه، هتروح على اي حته من القلب بقى؟ على الناحيه اليمين. على اليمين. تمام. تخش على الاربع شرايين دول تروح قافلاهم. يا ساتر. الدم حي مش هيروح للناحيه للرئتين، ومش هيوصل للناحيه الشمال من القلب. خلاص خلصت. القلب كله ما فيهوش دم. الناحيه الشمال تماما ما فيهاش دم. بما فيها الشرايين التاجيه، بما فيها شرايين المخ، بما فيها كله. عارف زي ما تكون جبت سده وقفلت، حتى هم بيسموها يعني ايه سادل شيب ترومبس، بتيجي الشريانين عاملين قصاد بعض كده اللي داخلين على القلب، تروح جاي راكبه عليهم زي الحصان. تمام. قفله الاثنين، ده وفاه في ثانيه. خلص. بس ما فيش مقدمات للكلام ده؟ لا ما فيش مقدمات، حتى لو بالتشخيص او بالمتابعه. ايوه برافو عليك، لازم الدكتور يكون حاذق. ونقول الاماكن اللي ممكن يعني اورده الساقين يتجلط فيها الدم. ما هي بتبقى التعبان ده نايم، هي له راس فعلا، راس بيضة. راس بيضة تكون كرات دم بيضة على مش عارف ايه، على حاجه اسمها الفايبرين والكلام ده. والديل جلطه كده زي بتركب. يعني دي دهون يا دكتور؟ نعم. دهون ولا لا؟ مش دهون. عارف انت حضرتك لما تجيب شويه دم كده وتسيبهم يتجلطوا؟ بس على اصعب، لان الجلطه هنا بتبقى جلطه زي القماشه، مش تتعمل بالخرطوم. يعني دي مش كوليسترول؟ لا مش كوليسترول خالص. لا 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 لا، الدم بدا يتحول من الحاله السائله الى الحاله اللي هي ممكن تسميها الصلبه. الدم نفسه. الدم نفسه. طب ده ايه سببه ده؟ سببه ما احنا هنقوله بقى. هو سريان الدم في حد ذاته في اوعيه دمويه نظيفه ولذيذه وناعمه وسلسه، مع المشي والكلام ده يطلع يا فندم. انت عليك تتخيل في دم بيجي على مستوى الارض ويطلع على القلب بارتفاع متر وربع او متر ونص او متر وسبعين سنت على حسب طول البني ادم. هو دي سهله؟ مش سهله. مين؟ فهي الدم عشان يطلع كده في هناك. لو عندك حد خلاص عشان. طيب ناخد. هو التليفونات النهارده بايظه عندنا؟ في حاجة معرفش. تليفون بايظ. استاذة سناء سلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضلي الدكتور معاكي. بسأل حضرتك، انا ليا اخت خير نصف الغدة الدرقية، عندها شرقة في دونها، راحت لثلاثة دكاترة انف واذن وادوها علاج ومفيش فايدة. فحضرتك تقول يعني يكون عندها غدة ولا يكون عندها حاجة؟ بس هي ما عندها سكر، عندها ضغط بس. لا تاني يا سنة، الصوت اولا مقطع قوي، واخد بال سيادتك؟ فقولي لي تاني. بالراحه. عندها 61 سنه. اتكلمي بالراحه حضرتك. ماشي حاضر. اختي عندها 61 سنه. واحد وكام؟ عندها ضغط. بالراحه. عندها ضغط فشايله. عيدي عيدي من الاول تاني. استاذه سناء خدي بالك، خدي ابلعي ريقك. اتكلمي بس واحده واحده. انت بتتكلمي عشان اختك صح؟ عندها 51 سنة. 61. 61 سنة. بس ابلعي ريقك بقى. 61 تروح ابلع ريقك. ها بعدين؟ شايلة نص الغدة الدرقية. لا 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 ايه ايه؟ شايلة نص الغدة الدرقية من 20 سنة. شايلة نص الغدة الدرقية. نص الغدة. بعدين؟ عندها ضغط بس ما عندهاش سكر. بس دلوقتي عندها شرقة بتجيلها بالليل بتخنقها وتبقى تنام بالليل، وراحت للثلاثة دكاترة انف واذن وما جابوش نتيجة. خلاص خلاص خلاص. الدواء اللي بتاخده للضغط اسمه ايه؟ هو السبب الشرقة. بتاخد الصبح وبالليل. سبب الشرقة ممكن يكون سبب علاج الضغط. فممكن تغل... في انواع، في انواع من حبوب الضغط، لو انت عارفة اسمه قولهولي. مش عارفة اسمه. في انواع من ادوية الضغط بتجيب شرقة. راحت لثلاثه دكاتره وكل واحد يقول لها التهاب في الغده. ماليش دعوه بالكلام ده، اسمعي كلام انا دلوقتي. هي عامله الغده الدرقيه من امتى؟ من 20 سنه، سنه نصها. يعني هي جت الغده الدرقيه النهارده اللي عملت؟ طب بس شوفي دواء الضغط وبلغينا باسمه بس لو سمحتي. ماشي.
ألف سلامة. شكرا شكرا على الاتصال. مع السلامة. طبعا احنا عندنا خط واحد مش كده؟ اه خط واحد تقريبا. اه ما خط واحد ده بقى قدامك كده مع لما يبلى وهم كمان باين عليك الخط ده. الخط ده باين عليك. اه. يعني يا جماعة شوفوا لنا في حكاية التليفون ده إن شاء الله ربنا ييسر. إن شاء الله ويبقى ربنا الخط التاني موجود أو نجيب خطوط من عندنا إحنا. لازم الناس مش عارفة تخش خالص عارفة تتكلم. يعني كنا بنتكلم على جلطة الساقين. فجلطة الساقين في معظم الأحيان ممكن تكون سايلنت. يعني تمام. يعني إيه سايلنت؟ ساكنة. 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 وأحيانا يكون معها أعراض. أعراضها أهمها ورم في الرجلين. طب دلوقتي كل واحد دلوقتي قاعد اللي قاعد على الكنبة ورامي رجل يمين ورجل شمال هيبص على رجليه. لا عادة يبقى رجل واحدة. عادة رجل واحدة. رجل واحدة اللي فيها الورم. الموضوع ده. أو الورم يبقى كتير قوي على ناحية وناحية لأ. طب لله بقى هل كل واحد عنده ورم في رجل اعلى من الثانيه يبقى الرجل اللي فيها ورم عالي قوي ده يبقى فيه جلطه في الساق والدكتور محمد سعد يرعبنا؟ طيب هنرد بعد اخيرا غمزت يلا يا استاذ جمال نقول له لا. استاذ سيد بالقاهره السلام عليكم. حرمت الناس من ان يتصلوا بينا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سيد. ايوه الدكتور محمد سعد معايا. الدكتور معاك اهو. اتفضل يا اخي. الو. ايوه معاك اتفضل. ايوه يا دكتور. مرحبا. انا كان عندي السكر من حوالي 4 شهور. نعم. الو. ايوه سامعك والله اتفضل. واخدت لي جيت معاه في العلاج حوالي شهر ونص كده. يعني سيادتك عندك سكر من 4 شهور. وجيت خدت له العلاج وكنت باخد امريل 3 مللي ولا 1 مللي ولا قد ايه؟ 3 حبايه قبل الفطار. 3 يا دكتور 3. اوكي. وجيت بعد كده حللت غده درقيه طلعت 102. الغده الدرقيه؟ الغده الدرقيه 102. 102؟ لا استنى ده التي اس اتش. نعم يا دكتور. ده التي اس اتش. استاذ سيد تقدر بس توطي التلفزيون او تبعد عنه شويه؟ ماشي يعني ونبي يا مسيد باش انت والاستوديو انا. الله يخليك. ماشي فسيادتك 102 اوكي قالوا لك نقص غده درقيه؟ 102 في الغده الدرقيه. قالوا في نقص ولا قالوا ايه؟ وبعد كده الدكتور قال وقف العلاج وحلل لي صايم مستقر. حللت صايم مفاصل طلع 123. 100 وكم؟ 23. 123. ده الصايم. والفاطر؟ وقفت العلاج والدكتور اكتفى قال تحلل لي كل شهر مره. انا بحلل جايب الجهاز معايا في البيت كل يوم بحلل او ثاني يوم او ثالث يوم. ده بيطلع حوالي يعني 120 110. ده الصايم صح؟ طيب الصايم 110 120 صح؟ اه بعد حل 100 الصايم بيطلع 100. طب والفاطر؟ الفاطر 120 110. 120 110. طيب انت اخذت العلاج لمده قد ايه؟ حوالي شهر ونص. اثناء الشهر ونص جالك نقص سكر في الفترات دي؟ جالك اعراض انخفاض السكر في الدم؟ لا 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 يا دكتور لا. امال الدكتور وقفه لك ليه؟ قال لي وقفه لي بس حلل لي كل شهر كده ايه؟ فاطر. حللت له كام فاطر طلع 123. خلاص ما تقعدش بقى خلاص عشان انا هسال سؤال تاني. اما حطك على دواء الاماريل كان السكر الصايم قبل ما يحطك على العلاج كان كام صايم وبعد الاكل كان كام؟ كان لما جيت حللت انا كان حللت تراكمي كان حوالي 9. ماليش دعوه بالتراكمي، الصايم كان كام وبعد الاكل كان كام؟ يا استاذ سيد استاذ سيد كان حوالي
يا استاذ اقفل واسمع من التلفزيون. انت خلاص انت بتسمع من التلفزيون؟ اقفل اقفل التليفون خلاص. طب اقفل والدكتور هيرد عليك. اسمع بقى من التلفزيون. شكرا استاذ سيد. الاعتماد على السكر التراكمي للتشخيص هو موجود في العالم. انا لا اؤمن به لان بيختلف من مكان لمكان ودقة التحليل نفسه من مكان لمكان. تمام. لا يمكن يكون سكر هذا الرجل كان التراكمي 9 وبعد شهر ونص يبقى بهذا المنظر. وتيجي تسأل على الصايم وبعد الاكل بساعتين ما عملوش اختفى بالتراكمي. انا بقول للدكاترة ما تكتفوش بالتراكمي. صحيح التراكمي هو عالي بيكون لو التحليل صح لانه في نسبة خطأ كبيرة. طب عشان اخد التراكمي بقى وخلاص هو اللي طالع الموضة والكلام ده يبقى اعمله في معملين في نفس الوقت. يعني اخد العينة تتقسم هنا المعمل ده والتاني معمل ما يعرفوش. ناخد بالنا من شغل المعامل. ممكن يكونوا 5 معامل بيعملوا في مكان واحد. يا ما هو دلوقتي عملية المعمل عبارة عن ايه يا استاذ حسام؟ اتفضل يا دكتور. عبارة عن مؤاخذة اعداد كده بنجمع الدم. يعني بنجمع الدم ونبعته. صح. في وقت كده زي الدليفري الجماعة اللي ماشيين بموتوسيكلات وساعات بعجلة وساعات بشوال. ياخد العينات عنده حاجة كده ترمس في تلج يحط العينات ويروح يوصلها. فهو ممكن يعمله مثلا في المحمل اللي جنب بيته ومعمل تاني في الميدان يطلع اللي جنب بيته بيودي اللي عند الميدان. نفس المكان. فنفس المكان هيطلع نفس النتيجة. صح. فهو يتحرى واخد بال حضرتك ان يعرف هيعرف ازاي ما اعرفش انا يعني. فيعيده في مكانين مختلفين ويكلمني تاني. انا اعتقد كان في غلطة في التشخيص من اساسه. ولكن تمام. في نقطة هنا ذكية خلاها على التليفون. ماشي. احيانا دواء السكر بيبقى له تأثيرين. تأثير قريب وتأثير بعيد. يعني بمعنى احنا يا فندم هنا مش زي الكهرباء. زي مش زي القلب اللي كنا بنتكلم عليه. صح. يعني انا باخد علاج سكر. وقفته النهاردة. بكرة السكر مش هيرتفع. هيرتفع بعد شهر. مش على طول. ممكن بعد شهرين. ممكن بعد 3 شهور. فانا حالتك كده مش مريحة. يا اما كانت غلط في البداية. يا غلط في العلاج. يا غلط ما وقفه. في غلطة ما. لازم يعيد. يعيد ايه انا مش عارف يقوله اعمل ايه. التحاليل هو ما فيش غير ان هو بقى ايه يخليه زي ما هو كده واخد بال حضرتك وبعد 3 شهور يعمل التراكمي تاني وصوم بعد اركب ساعتين وما يحللش تاني ونشوف الموضوع ايه. طب ناخد نتصل بعد يا دكتور. اتفضل. استاذه امل من كفر الدوار. سلام عليكم. احسن. طيب. قفل. انا بقى بيجمع له النهارده ويطلع وكده وهم بقى كرم الله في عونهم وعنا وعن الدنيا بحل. واخد بال حضرتك. فنرجع بقى اللي انت خدتني في مكان حلو قوي اللي هو لان ده مع حاجة مهمة خالص يعني. يعني الجلطات اوردت الساقين. سبب مباشر للموت المفاجئ. وبدون سابق انذار. قلت لك كل واحد هيبص على رجليه يشوف في ورم ولا لا. بس ورم القدمين لو كانوا في الاتنين عادة بنسبة 90-95% مش سببه دوال مش دابة مش سببه جلطات الساقين. ممكن دوال الساقين حاجه تانية وحتت زرقاء والرجلين فيها تعابين زرقاء والكلام ده من حاجات دوالي. شعيرات لحد ما تبقى تعابين قد الصباع كده لفه بتعمل كده واخد بال حضرتك. تمام. طيب هل كل واحد رجليه في ورم على اليمين اعلى من الشمال او الشمال اعلى من اليمين يبقى عنده جلطه في الساق اللي فيها ورم اكتر؟ لا لا. لان الورم له علاقه بطريقه نومك وطريقه وضع قدميك في الحياه. يعني افرض حضرتك واحد بينام على جنبه اليمين معظم الوقت يبقى رجله اليمين فيها ورم اكتر من رجله الشمال. تمام. والعكس صحيح. ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل. استاذه امال من البحيره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا يا امال. لو سمحت يا دكتور انا بقالي 20 سنة مستقلة الرحم نتيجة نزيف ماشي؟ وجوزي كلم حضرتك يوم الثلاث وانا دلوقتي ما شد بحباية ونص من الاتروكسين 100 زي ما حضرتك قلت وكنت بناخد الهستاكورتين اللي هو الكورتيزون حبايتين ماشي؟ فدلوقتي انا حاسة على طول بهبوط وزي ما اكون حلم مهدود مش قادرة نعمل حاجة. طيب انت اخر تحليل غدة درقية قست الكورتيزون في الدم. اصل الهستاكورتين ده مش حلو يا بنت الحلال. انت احسن حاجه تاخدي دواء اسمه هيدروكورتيزون.
فتاخد هيدروكورتيزون ده 10 مللي جرام، ممكن تاخد حبايه الصبح نبدا بدي، وحبايه يعني بعد الفطار، وحبايه بعد الغداء على الساعه 4 العصر. طيب ماشي يا دكتور. اسمه هيدروكورتيزون او هيدروكورتين او اي اسم تاني، وقفي الهوستاكورتين ده. واحد. اتنين، نشوف الغده الدرقيه بتاخد لها دي حبتين التروكسين. لا بناخد حبايه ونص دلوقتي من يوم الثلاث. طيب لسه تأثيرها هيبان بعد 3 أسابيع، ما تستعجليش ما تستعجليش، ممكن شهر كمان. ألف سلامة. شكرا شكرا أستاذ. ماشي بعربية وبعدين إيه بتركب الزبون، الزبون نزل تستنى بقى على بكرسي فضي على ما يطلع بقى وينزل ويتبطع. فقلنا يعني لو الرجلين في نفس المستوى من الورا. تمام. طب واحدة امتى التجلط بيزيد؟ يعني الدم ده ماشي زي الميه، اتفقنا؟ صح. ميه. تمام. في مواد بتمنع الدم ده يا فندم عمال يتجلط ويفك، يتجلط ويفك. يفك. سبحان الله الخلاق العظيم. يعني يحصل تجلطات خفيفه كده وتروح فكه، وتفكه. حاجات روعه في ده لوحديها كده. لوحديها. ربنا سبحانه وتعالى حاطط الحاجه وعكسها. شوف بقى سبحان الله. طب امتى بقى يعني فك الجلطه يقل؟ يا اما في المواد التي تذيب الجلطات الداخليه جوه جسم الانسان باظت. سواء قول يا عم. طيب ناخد اتصال. ماشي. ناخد ام حسام من البحر الاحمر. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام حسام، الدكتور معاكي. حضرتك يا دكتور، انا عملت في جنين جال تحليل فيتامين د طلع 26. الطبيعه عندكم كام، 40 ولا كام؟ ال 30 ل 100. طيب وانت 26، سنك كام سنه؟ سني 55. محجبه ولا منقبه ولا منتقبه ولا عاديه؟ لابسه الحجاب الطرحه. طيب بتتعرضي جسمك للشمس ولا على طول معظم الوقت لابسه اللبس اللي هو المغطي الجسم كله ده؟ يعني مثلا عندكم حوش في البيت، عندكم بلكونه فيها شمس؟ ده عندنا حوش وسطح والشمس حلو، بس ما عرضتش نفسي. يعني بتعرضي جسمك للشمس ولا لا؟ لا والله يا دكتور. طيب انت قلت لي سنك كام سنه؟ 55. 55. في اعراض يا فندم حاجه تعباكي؟ انا اللي فات اعراض السكر كنت قبل كده كلمتك لا عليها. لا انا ما قلتش على السكر، انا بتكلم ليه اس فيتامين د. حسيت بدوخه كده. لا بصي، انت 55 سنه، لو هو بنخاف من هشاشه العظام، لو فيها حاجه هشاشه العظام هتقيس حاجه اسمها كثافه العظام، وادام ما فيش شكوى ولا حاجه انا شايف انك تشربي اللبن العادي، واخده بال حضرتك، وما نديش فيتامين د ولا حاجه. ولو انت قعدت في البيت ممكن حضرتك يعني تلبسي لبس البيت اللي هو بيبقى مثلا ما بين الكمام نص كم او كده، والرجلين مثلا لحد الركبه، انت قاعده في البيت يعني، وتتعرضي للشمس، زاد الحاجات دي ان شاء الله تبقى كويسه. اصل فيتامين د ده اكذوبه، اقفلي خلاص حضرتك. يعني ما فيهوش علاج يا دكتور اشتري؟ لا 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 ما اعتقدش ان هو السبب. الف سلامه. شكرا ام حسام. هو 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 يا حسام، فيتامين د ده اكذوبه، اكذوبه. حتى بص اقول لك، بدا حتى الناس يتكلموا، الامريكان يقولوا مش لازم الامريكان اللي تيجي من عندهم كل حاجه، فبداوا يتكلموا ان هو دي اكذوبه، ضحك على الناس. والمعامل شغاله الله ينور، و99% من اللي بيقيسوا فيتامين د يطلع واطي ناقص. 99. انا مش عايز اكلفها يعني. هي لو لسه بتتابعني هتقيس حاجه اسمها بي تي اتش. بي طب انا اعملها ازاي دي بقى؟ بي تي اتش. بي تي اتش. هي بقى اما العاده الحلقه تتعاد تسجل النقطه دي بتاعتها، وتروح للمعمل تقول له الدكتور محمد بيقول لك اعمل لي ده بي تي اتش. بي تي اتش. تمام. لو طلع عالي هعتقد ان فيتامين د ناقص، واخد بالك؟ ما طلعش عالي ولا طرف الفيتامين د طلع صفر، مش هعتد بيه، مفيش مشكله ولا هبص له، كله بيطلع ناقص. ما تفهمش ليه؟ عشان ايه بقى بيحصل الموضوع فيها حبه بيزنس. مش احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الاسلام السياسي والاسلام الاقتصادي والاسلام البيعي والاسلام الطبي؟ خلاص انت تاخد الاسلام وتشتغل عليه.
بقى تشتغل دكتور، الناس هيقول لك بقى ده دقنه طويله وزي الفل. طب ناخد اتصال معنا. يلا يا سيدي. طيب كابتن كريم، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه حضرتك طيب، وحلقه جميله جدا، ودايما الدكتور مشرف يعني. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك. وعايز اسال بس الدكتور، كان عندي مشاكل في الغدد الدرقيه، تمام؟ اتفضل. كان عندي، كنت عامل التي 4 والتي 3، الغده كان فيها كسل. تمام. الغده اللي هو السي تي اتش بتاع الغده النخاميه كان قبل العلاج كان حوالي 32. تمام. حاليا بعد ما مشيت على الادويه رفع معايا جامد جدا. تمام. بعد كده عملت اجسام مضاده، تمام، طلعت حوالي 5000. ماشي. نعم. معاك، اتفضل. تمام. الاجسام المضاده طلعت 5000. تمام. فجيت بعد كده حاسس باعراض غريبه، يعني انا كنت ماشي على علاج اندورال 40، تمام، وماشي على زولام 5، تمام، وكنت ماشي على كاربي مازول، تمام. نعم. فالفكره كلها الاعراض عندي بتزيد كتير جدا، يعني الاعرااض بتزيد. استنى بس يا استاذ كريم، كابتن. نعم. كريم، انت بتاع كوره ولا بتاع ايه؟ بتاع كوره للاسف. بتلعبوا كوره ايه؟ الكوره بتاعتنا كنا بنلعب كوره شراب زمان. لا 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 لا، انا شغال في القناه مقدم برنامج الكوره مع كريم. اهلا وسهلا معانا هنا في الصحه والجمال. اهلا بيك. طب بص يا ابو هو اتفضل. بص يا ابو كرم، عندي بيزيد جدا، نبضات القلب تبقى سريعه. بص يا ابو كرم، حاضر يا ابو كرم، خليك معايا بس. حضرتك قلت في بدايه المرض خالص التي 4 والتي 3 كانوا واطيين بتاع في كسل في الغده الدرقيه. لا لا لا، الله ابو الكرم، انا لما اجي اقول لك على الكوره وانت هتنتقدها اقول لك الراجل خد الكوره عند منطقه الجزاء وضرب الراجل في بطنه بالسكينه ونزل دم في منطقه الجزاء. انا انت بقى تشخص، انا عاوز اشخص. تمام. سيادتك دلوقتي التي 3 كان كام والتي 4 قبل ما تبدا علاج خالص؟ لان انت الكلام اللي حضرتك بتقوله متناقض. يعني قبل ما ابدا علاج تماما كان 32. ده ال 32 التي اس اتش. طب والتي 3 كام؟ التي 3 يعني بيبقى حوالي 12. والتي 4 حوالي 9. طيب اف تي 3 يعني اف في اف قبلها ولا تي 3 وتي 4؟ لا تي 3 وتي 4. طيب سيادتك الطبيعي احنا قلنا اف تي 4 12، والطبيعي او في تي 4 12، الطبيعي كان كام في المعمل اللي انت عملت فيه؟ هو ده اللي انا عملته في التحليل قبل ما اخد الادويه. يا اخي والله العظيم فاهم، انا عامل زي وكيل النيابه دلوقتي اني عاوز اوصل لحاجه معينه. تمام. اشوف الكارثه فين. معايا كده. بس الكلام مش ماشي مع بعضه. حضرتك ال 12 اللي هو التي 4 دي الطبيعي كان كام اللي بين قوسين؟ اللي بين قوسين كان حوالي 8. الطبيعي 8؟ كان 8. يبقى في زياده افراز في الغده مش نقص. لا في زياده افراز فعلا. يبقى سيادتك كده. تمام. بس التي اس اتش 32 انت متاكد ولا لا؟ لا لا 32 اساسي قبل ما اخد الادويه. ما ينفعش 32 من 100 ممكن. تمام. لا ما انت يعني كره اوفسايد. نعم. الفكره كلها ان هو رفع معايا الفتره دي، يعني هو يا اخي انا عاوز اشخصك والله، اللي انت بتقوله داخل في بعضه سيادتك. التي اس اتش كام؟ التي اللي هو اللي بتاع الغده النخاميه؟ ايوه. قبل ما نبدا علاج؟ قبل ما ابدا علاج كان 31. 31 من 31 من 100 ولا 31 صحيح؟ 31 صحيح. هنا في غلطه، يعني في نوع طبعا نادر جدا انه يكون الغده او يعني اللي هو الغده النخاميه مطلعه تي اس اتش عالي وبيطلع الغده الدرقيه يشغلها، وده مش وارد، نادرا ما يحدث. هناك في خطا يعني، ولذلك انت لو حطيت حضرتك التي 4 والتي 3 كانوا اعلى من اللي بين الاقواس، تمام، ثلاث اضعاف، يبقى الكارب مازول صح. تمام. مشيت عليه لمده كام حبايه؟ مشيت عليهم مش انا كنت باخد 2 بعد الفطار و2 بعد العشاء. من امتى الكلام ده؟ انا ماشي عليه بقالي حوالي الشهر الثالث. وزنك زاد بعدها؟ هو لا، في بدايه التعب، في بدايه ما عملت تحليل كان وزني زايد جدا، دلوقتي وزني نزل. بص يا ابو الكرم، حضرتك
في حاجة غلط في الكلام يعني. بص احنا طبعا يعني مش بقول ان انت غلطان، تمام، يعني انت سيادتك قلنا لا. بص يا ابو الكرم، التي 3 والتي 4 كانوا واطيين لازم، تمام، بتهيألي كده، تمام. لو التي اس اتش 31 يبقوا لازم واطيين، ده في العموم، تمام. فانا عايز اتاكد انت معاك التحليل في ايدك دلوقتي حالا؟ اه يا دكتور، لحظة واحدة. يلا هاتوا على يهمك، واحنا اخر حلقة وهنقفل. معلش يا دكتور. ولا يهمك، معاك التحليل؟ اه يا دكتور معايا حالا، هطلعها لحضرتك بعد. اتفضل. اتفضل. ده راجل منه وعلينا بقى، وقاعد معانا هنا وبيلعب دخل الكرة في الملعب. ربنا يخليك يا دكتور. نورنا الكابتن كريم النهارده. هو سنه كام سنة قال لي كريم؟ هو ما قالش السن. ازاي يبقى اوف سايد؟ كارت احمر يا كابتن كريم، سنك كام؟ لا سوي بيدور على التحليل، هتلاقيه تحت الكنبه. عقبال ما يجيب التحليل يا دكتور، جالنا اتصال من الكنترول، حاجه مهمه. طفل عنده 4 ايام وهو جعان، السكر عنده من 50 ل 60، ولما بيشرب لبن بيوصل ل 140، من 140 ل 150. طفل مولود بقاله 4 ايام، اربع ايام، امه عندها سكر؟ حلو السؤال. لا ما عندهاش. ده يعني هو كان ايه؟ امه قاعده جوه في الكنترول؟ انت معايا؟ موجوده. بجد هي مع على تليفون تاني، معرفش. ممكن تليفون خاص. هو عارف الكنترول، عارف. لا ده بص، دي حاجات اللي لها كوسه، اللي هم بتوع الكنترول بيدوا التليفونات من ورانا، واخد بالك، وبيدخلها لك. بس انا موافق. الام عندها سكر. الام عندها، ما عندهاش. الام عندها سكر. هو ده سكر السبب. صح؟ الام عندها سكر. هو ده السبب. هيقعد الولد كده اسبوع 10 ايام سكره ينخفض، تحاول تديله سكريات يعني او محلول جلوكوز. يعني السبب الام. ومش هيبقى عنده سكر. تمام. وبص وهو بيعمل عقيقه يبعت لنا فخده الخروف. تمام. الكلام اللي انا قلته ده مش سهل والله العظيم. لا طبعا. شفت قلت له طبعا طبعا طبعا. لا ده هنهزر. طيب هو الكابتن كريم شكل الكره رجع ولا خلاص؟ طيب خلاص. هو دلوقتي خلاص بيصربعنا، الوقت خلص. طيب عموما احنا نذكر الناس ان شاء الله يوم الخميس وكابتن كريم يبقى معانا على الفيسبوك. اتفضل حضرتك ان شاء الله. تنويه برضو لكل المشاهدين ان موجودة الصفحة هنا، دكتور محمد سعد حامد زي ما انتم شايفين بالعربي وبالانجليزي. تزورونا على الفيسبوك على صفحة الدكتور محمد سعد حامد يوم الخميس ان شاء الله الساعة 9 مساء. وطبعا التردد الجديد بتاع قناة الصحة والجمال 11823 رأسي، عشان برضو ما ننساش كله يظبط على التردد ده. اخد دقيقة؟ طبعا الدقيقة. احنا يا جماعة معلش، احنا مش بنعالج، مش بنعمل دعاية لنفسنا، ولا عايزين حد يتصل بينا، ولا عايزين نكشف، ولا عايزين من حضراتكم اي حاجة غير الدعاء. ومتأسف ان انا ما بديش فرصة ان انا اشوف لسبب، لان انا ممكن بفضل الله بالاتصالات اعالج بنسبه 90% صح. تمام. وللاسف لو احتجتوا تيجوا هيبقى هنحتاج فحوصات كتير وتحليل كتير ويعني هتتكلفوا كتير. فاتعبوا شويه وخليكم معانا على الخط كده ببلاش. بلاش يعني مش الرخيص يعني وحش، بالعكس. ده ان شاء الله دكاتركم تروحوا تقولوا لهم احنا بنقول لهم ايه. الف سلامه. تمام. عاجزين عن الشكر. العفو يا فندم. تسمح لي اقفل؟ اتفضل يا فندم. طيب أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. نشكركم لحسن المتابعة والمشاهدة، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.